عسلامة ومرحبا بالناس الكل. جولة في البطولات الأوروبية، باش نحكي باللغة العامية وباللغة الشعبية وباللغة اللي يفهموها التوانسة الكل. أنا في الدنيا كنت متعدي في الشارع باش تسأل مواطن، مواطن ما مدخله حتى شي في عالم كرة القدم لكنه يتبع كما يتبع الناس الكل، باش يقوله بالله باش نسألك شنو هو مشكلة المنتخب الوطني التونسي في الكوب دافريك، شنو مشكلة المنتخب الوطني التونسي في المونديال، شنو مشكلتنا من الآخر. تعرف شنو يجاوبوا؟ يقولوا راه عندنا جارديان يعتبر ممتاز، عندنا لك سنترال، عندنا جواريت كور في الوسط، اما راه ما عندناش مهاجم يحط كره في الكاش. يظهر لي واضحه الحكايه، يقول له للدرجه ما عندكش مهاجمين، ما عندكش تاكونات لا في بطوله وطنيه لا في اوروبيه، لا ما عندكش حتى مهاجم معناها نجم تصلح به وجه ليكيب ناسيونال. يقول له ليه راه عندنا مهاجمين لكن اعتزلوا على خاطر ما عادش ينجموا يكاوروا. شفت انا كي نشوف الريبونس هذه ندوخ بالرسمي، ما عاد نفهم حتى شيء. ونتصور فهمتوا لي على شكون باش نحكي، باش نحكي على مليابي متالق. الوليد على قد ما هو يتالق ويعمل ماتش باهين ويكور ويكونفيرمي، على قد ما انا نزيد بالرسمي ما نفهم شيء. يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا مسؤولين، مش نخاطبكم انتوا يا مسؤولين، انا شخصيا نطالبكم شنو حكيت وهبي الخزري. كبر ولا سي كهب على الخمسين، ما عاد ينجم يجري في التيران يكور اليوم، يعمل مقابلة خرافية بس ديسيزيف. وعلى فكرة كي نقول مقابلة خرافية بالله من غير ما تجيني في لي كومونتير تقول لي راك تنفخ في الملعبية. يا معلم اللاعب يعطيني باس ديسيزيف، اللاعب ماركي، نقول له ليه راك مواطن وانت عمرك ما تعرف الكرة القدم وماكش ملاعبي وما تعرفش الكرة وماكش جوار، انت راك ما نعرفش نجم تكون حاجة أخرى إلا ملاعبي متاع كرة قدم. اليوم نرجع للخازري اللي عمل مقابلة مش عادية، خرج مصاب في دقيقة 70، يربح 4-0 ضد موناكو. خي تعرفوا موناكو شكون في الدوري الفرنسي ولا؟ موناكو يعتبر بعد البي اس جي ونحكيو على مارسي اليوم، يعتبر فريق محترم وممتاز وممتاز جدا. يعمل مقابلة محترمة، نشوفوا المليابي اللي يعطيك في الحلول في وسط التيران باسيت، تشوف خاصة في التنشيط الهجومي، دور المليابي في التنشيط الهجومي قديش من مرة عطى باس اسيست، قديش من مرة المليابي يكور، قديش من مرة كان موجود اساسي، قديش من مرة يسجل في اهداف، وقديش من مرة وقديش من مقابلة تألق فيها بعد ما خرج من كوب دافريك. ساي بطل، قال لك مليابي ساي ما عادش، مسكين كبر في العمر ما عادش ينجم يكمل في اماته في مونبيليي في فرنسا، قاعد يدبر في راسه ضد موناكو، يكور ضد مارسي، يماركي للبي اس جي. راهو اخي هذا ما شكونهم هما معروفين، فماش معناها انت كي تشوف مهاجم قاعد يقدم في الاداء هذا وتشوف مواطنين يكوروا اتاكونات في ليكيب ناسيونال، ريت مخك ما يستوعبش اللي قاعد يدور حولك. من الاخر انا ما لقيت حتى جواب. انا اليوم ماذا بيا اليوم واحد من الفيدراسيون والا مهما كانت اسمه يجاوبني ميساج، يكتب لي هكا حتى كومونتير ولا يبعث لي ميساج ولا ما نعرفش انا، يبعث ميل اللي يحب هو يقول لي خويا رانا ما نلعبوش الملاعبي على خاطر الحاجه الفلانيه، والا باش تقول لي الملاعبي ما عادش يحب يكور معاكم على الخنار اللي قاعد يشوف فيه في ليكيب ناسيونال، على الخنار نتاع الملاعبيه اللي تجي وما تكورش وتحبيه في الملاعبيه وتجيب لي في ملاعبيه بودور وتلعب لي في الفرجاني السيسي وتلعب لي في وجوه اللوح اللي ما جاو حتى شيء. انا بالنسبه لي راني كل ما يتالق ملاعبي، خاصه نحكيوا هنا على وهبي الخزري وتاكون، على قد ما انا راني ما نخلي ما نحكي عليكم، لو حب من حب وكره من كره، مازلنا مع المتالقين ومازلنا مع اللي كونفيرميو. راهو لهنا نحكي على الياس العاشوري، مادام نحكي على الياس العاشوري باش نزيد نفكرك مسيش، باش نقول لك راهو 7 بازات ديسيزيف وماركي 4 بونتو احسن ملاعبي واحسن دريبلور، الحاجات هذيك سي بون ديجا حكيت عليهم وقلت عليهم. اما الملاعب يزيد يعطيك اليوم اسيست، اسيست ماهوش عادي. انا ما فهمتش انا كيفاش تحب نخاطبكم، معناها اسيست بالطالون صاحبو يماركي هدف، نقولوا ليه راك والله بالزهر، والله يظهر لي راك كنت عاتي بظهرك وهكاك ضربت فيك الكره ومشيت لصاحبك تماركيت. يا معلم يا معلم بالرسمي راهو يزي جلال قادري من شيرة، المسؤولين من شيرة، وفئة اللي ديما راهي ضد الإنجازات وديما ضد المحسوبية، ديما يعرفوا فلان تحكي عليه فلان تتكلم عليه. زيد في المقابل نلقى سي جلال القادري لهنا لا يلعب الملاعب لا يهبط ولا يكور، معناها في المقابلة متاع الألي اللي شفناها معناها تقريبا عطاها بعض الدقائق، في المقابلة متاع الروتور كيف 4-4-2 يلعب في الوسط يحطه يلعب في بلاصته، هو وين ما فماش، ما عندوش بلاصه مع ليكيب ناسيونال. اليوم العاشوري نجم يكاور في ليكيب ناسيونال يقدم لك الاضافه، لا هو لا وهبي الخزري لا حتى ملعب نجم يقدم لك الاضافه. هذه راهو كل شكون، هذا سي جلال القادري اللي ريت انا التوانسه الكل يختلفوا لك على ماتش، يختلفوا لك على ما نعرفش انا فورماسيون، يختلفوا لك اي حاجه اي حاجه، حتى قرار عادي خارج الكوره يختلفوا عليه.
الا الحاجه اللي توا حاليا مش مختلفين فيها، كي تقولوا جليل قدر يقولك ماذا بيت نح، هذا يكون مكشخ، يكون كلوبيست، يكون يحب ليتوال، يكون يحب السياسيس، يحب الصطاد، يحب اي فريق في تونس، يقول لك ماذا بيجي للقادم يقعد في كيب ناسيونال. عليه صدفة زهر على الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه، راه شيء ينطق، راه شيء ينطق. هذي حكينا على المدرب مسؤولين، لكن تو باش نتعديو للفئة المحبطة، الفئة اللي ديما ما يجيش وديما ما ينجموش وديما ديما هكاك، هما هكاك يشوفوا ديما في الملاعبية التوانسة ديما يطيحوا لهم في القيمة نتاعهم. يعني اليوم في عودي دز، في عودي يتكلم، في عودي بارتاجي، في عودي يحكي، في عود يتكلم الكلمة الباهية، ليه ليه يزيد يحطم لك كلمة اللاعبي. يعني اليوم نلقاو منتصر الطالبي اللي عمل مقابلة مش عادية ضد البي اس جي، يا ميسيال شاف شو نقول لك ضد البي اس جي، مانيش نقول لك انا ضد هلال من غير ما نسمي جمعيات، راه من بعد شبيك سميت جمعية فلانية جمعية فلانية، راني ضد جمعية من علاش ديفيزيون 5، راه ضد البي اس جي. ميسي مبابي يكاور كونترهم، اليوم يعمل مقابلة محترمة، ميسيال شاف شو نقول محترمة، يتحصل على تقييم 6.4، الملاعبي يكور اساسي، الملاعبي يكونفيرمي، الملاعبي حاط في قلبه قاعد يخدم على روحه. راني وقت اللي نشوفك تعمل في اداء مستقر، خاصه مش نهار الفوق ونهار لوط، راني انا نحشم على روحي اذا كان ما نتكلمش عليك وما نعطيكش حقك، راكنك اليوم تكونفيرمي تعمل اداء ممتاز، راك تستحق ان اللعبات تتكلم عليك. واللي الملاعبي هذا صراحه راني نستنى في اوفر مزيان ومزيان على الاخر، ماذا بيا نشوفه في فريق محترم. لوريون في الدوري الفرنسي وسط الترتيب، له لوام له ليون، ما هوش فريق اللي حق فيه الطموحات، اما يا خويا وقيت انه شوفوا الملاعب يكور وقتاش، وقت الجماهير في حد ذاتها بينها وبين رواحها تقتنع انه الملاعب ينجم يكور في الانتر، ينجم يكور في الميلان، ينجم يكور في البايرن، ينجم يكور ديفونسيرات. المره الاخرى تكلمت على ديفونسير نتاع البايرن، الكوارث اللي يعمل فيها في اللقاء ما يعملهمش منتصر الطالبي، الكارثه نتاع مانشستر يونايتد، الكوارث اللي يعمل فيها ماغواير ما يعملهمش منتصر الطالبي. خي بالك نفادلك، بالك انا كيك نجي في حكايه ملحيت، راهو حكايه واقعيه، راهو الفرق بيناتهم هذاك جنسيته تونسيه وما فماش ناس تدز معاه وناس تتكلم عليه، والاخر جنسيته انجليزيه والناس تتحدث عليه، هو عنده سبونسورينغ وعنده وكلاء لاعبين، مش وكلاء، عنده شركه كامله نتاع وكلاء لاعبين وتسويق ودنيا دنيا عالم اخر، راهو الحاجات هذم تنطقك تخليك تتكلم بسيف. بخصوص منتصر الطالبي انا ماذا بيا نشوف الملاعب يمشي لفريق كبير، فريق محترم، فريق ينافس في الشامبيونز ليج، فريق على مستوى عالي، ان شاء الله ربي يوفقه ويبقى عليه الستر. هذم المسؤولين، هذم المدرب، هذم المحبتين. اما توا باش نتعدى نحكي على ملاعبي، مانيش باش نحكي على كيب سينيور، باش نحكي على ملاعبي صغير في العمر، راهو نحب نفهم، نحب نستوعب، نحب اليوم تلقى ملك المهري سيش خنسمي غايث الوهابي الدربالي كور في بيجا يكاوروا اساسيين في المنتخب الوطني الشباب، وملاعب يكاور لي في الانجليز، ونحكي لهنا على سامي شوشين وبرايتون وتشيلسي وارسنال وجمعيات خرافيه ما عندوش بلاصه، ليه ما ينجمش يكاور معاهم يا اخي؟ شبيك هما ملاعبيه يطيروا يطيروا ما فهميش كيفهم، ليه مثيل لهم. والملاعب هذاك يلعب في البطحه، يلعب من على الشان ديفيزيون 5، ما عندوش قيمه، ما عندوش كوارجي، هو شبيك باس ديسيزيف ويحط لك كوره معناها تشوفها كيفاه صاحبه يحط ساقيه يسجل هدف وانت تحب تعيط له كيب ناسيونال، ما عندوش قيمه. نورمالمون الملاعب هذاك اللي هزيت بهم لاعبيه ما يستحقوش في المقابله نتاع ليبيا الي روتور، نورمالمون سيمي شوشين راه موجود معاه. الكنترول اللي عامله في المقابله في بطوله افريقيا، تك حط كره في الشبكه سجل هدف، نورمالمون من الجست هذيك تهزوا الكيب ناسيونال لكيب لولا، راه مش باش يمشي لكيب صغار والحكايات هذيكم. ان شاء الله الحاجه هذه ما عادش نشوفوها، ان شاء الله نشوفوا الملاعبي موجود، ان شاء الله نشوفوا الملاعبي اللي في مونديال الارجنتين يكون موجود في التشكيله الاساسيه ويكور مع منتصر الوحيشي. فيديو هذا راني من الاخر فرغت فيه قلبي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نتلاقاو في موعد جديد.